طيب في التمرين كمان رضا سليم الجناح المغربي ونجم الاهلي اللي كشف عن قدراته بدري بدري كان عنده اصابه بكدنه في الركبه، غاب على اثرها عن التدريب في الفتره اللي فاتت وكان ملوش حق المشاركه في المباراه الافريقيه لانه موقوف من مباراتين قضى منهم مباراه وهو موجود مع الجيش الملكي، والمباراه كانت الثانيه للاهلي مع سان جورج مباراه الذهاب، ما شاركش في الذهاب والعوده لاستكمال برنامجه العلاجي، اصبح جاهز للمشاركه في مباراه امبي ان شاء الله.